كصحفي وككاتب ومدون وكصانع افلام وثائقيه، بكتشف ان الضحك جزء من ايجابيات العمل في مصر، من ايجابيات التعامل مع هذا الجمهور، لانك بتكتشف ان الشعب اللي بيعرف يضحك هو الشعب اللي بيعرف يتفرج. ده اول شيء، والاهم من كده ان الشعب اللي بيعرف يضحك هو الشعب اللي بيعرف يتكلم. لو انت نزلت لقيت وسائل المواصلات بارده كده، اللي هي مكيفه ولطيفه وما فيهاش زحمه وعاديه، مش ده لن يستحضر في دماغك بكتير قوي تطلع نكته نكتتين في السنه، لكن انت هنا بتطلع عشرات النكت في اليوم، لان ده اللي لازم يحصل. وبالتالي هو في مشروع قومي لانتاج الضحك، واعتقد ان هو ضحك متميز جدا. يعني اعتقد ان احنا في مصر بننافس وبقوه، وهيكون لينا يعني بنحاول دلوقتي اهو بنستكمل، يعني انت عارف عندنا مشاكل في الفينش يعني وفي الترجمه وبتاع، بس انا بعتقد ان بمرور الوقت احنا هيميزنا جدا الدوله الضاحقه.